السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنحاول نحل بعض مسائل التوصيل على التوالي والتوازي بطريقة اسمها طريقة النقط. هنبدأ بإذن الله بمسألة مصر 2011. المسألة مرسومة قدامي، هبدأ هنا. ده طبعا القطب السالب وده القطب الموجب. التيار هيطلع من الموجب إلى السالب حسب الاتجاه التقليدي. طيب، ولو طالب بدأ في أي مسألة من التوصيل على التوالي والتوازي بدأ من السالب إلى الموجب، هيطلع له نفس الرقم، لأن هو كده بيعبر طبعا عن الاتجاه الايه الفعل. طيب، علشان هنوحد الايه الاتجاه، هقول هنا أنا هطلع من الموجب إلى السالب. هيجي التيار هنا، التيار هنا هيجي يبدأ يتجزأ. أول ما التيار يبدأ يتجزأ، حد النقطة دي رقم واحد، حد النقطة دي رقم واحد. طيب، وهو ماشي كده هيمشي في سلك فاضي. طالما التيار ماشي في سلك فاضي معناها ان جهده لا يتغير، وطالما جهده لا يتغير النقطة دي جهدها مثلا انا اديته رقم واحد، ادي النقطة دي نفس الرقم وهو رقم واحد لان جهده لا يتغير. طيب، وده برضو سلك فاضي فالجهد لا يتغير فهياخد نفس الرقم اللي هو رقم واحد. هنا الجهد لا يتغير هياخد نفس الرقم اللي هو رقم واحد. طيب، في الحالة دي لما التيار يعدي على المقاومة ستة، لا هنا طبعا جهده هيتغير، الجهد هيتغير فطبعا مش هياخد نفس الرقم، هياخد رقم تاني وليكن رقم اتنين. طيب، والتيار لو عدى على المقاومة عشرة هياخد رقم تلاتة. طيب، وده سلك فاضي هياخد رقم تلاتة، الجهد لا يتغير. نفس الموضوع، سلك فاضي الجهد لا يتغير، ياخد رقم كام؟ رقم تلاتة. ووصل بعد كده إلى السالب. يبقى كده عندي المسألة انتهت بثلاث أرقام اللي هو واحد واتنين وتلاتة. أهم حاجة في طريقة حل مسائل التوصيل على التوالي والتوازي بطريقة النقط إن جميع المقاومات اللي عندي في المسألة لازم تقع، وأتأكد إن هي بتقع بين رقمين زي ما أنا شايف كده. خلاص، طيب تعالى نحل المسألة. أنا عندي المسألة فيها كام رقم؟ أصبح فيها ثلاث أرقام اللي هو واحد واتنين وتلاتة. تمام، هنبدأ نشوف المقاومة ستة بتقع بين الرقمين واحد واتنين، يبقى هاجي عند الرقمين واحد واتنين وأكتب مقاومة قيمتها كام؟ ستة. طيب، المقاومة تلاتة بتقع بين الرقمين واحد واتنين، يبقى نفس الموضوع بين الرقمين واحد واتنين مقاومة قيمتها تلاتة. طيب، تمانية بتقع بين الرقمين اتنين وتلاتة، يبقى هاجي بين الرقمين اتنين وتلاتة وأعمل مقاومة قيمتها تمانية. طيب، عشرة بتقع بين الرقمين واحد وتلاتة، يبقى هاجي تحت هنا بين الرقمين واحد وتلاتة وأعمل مقاومة قيمتها عشرة. طيب، يبقى أنا ضمنت إن أنا طبعا عندي أربع مقاومات هنا عندي في الرسمة، وتحت طبعا في برضو كام؟ أربع مقاومات. هبدأ أحل المسألة كده، بقى الطريقة أسهل وأبسط. عندي المقاومة تلاتة وستة متوصلين مع بعض على التوازي، يبقى هبدأ بآر واحد ستة وتلاتة توازي. طبعا القانون بيقول إيه؟ حاصل ضربهم على مجموعهم، تلاتة في ستة بتمنتاشر، على تلاتة زائد ستة بتسعة، يبقى تمنتاشر على تسعة بتساوي اتنين أوم. طيب، يبقى معنى كده إن الستة والتلاتة دي هعوض عنها بمقاومة قيمتها كام؟ اتنين. طيب، المقاومة الاتنين مع التمانية توالي، يبقى هقول هنا آر اتنين الاتنين مع التمانية توالي بكام؟ اتنين زائد تمانية بعشرة أوم. يبقى أنا هعوض هنا عن التمانية وعن الاتنين بمقاومة واحدة قيمتها كام؟ قيمتها عشرة. طب، العشرة دي مع العشرة دي توازي، يبقى إذا آر توتال اللي هي العشرة مع العشرة توازي تساوي، القانون بيقول ايه؟ قيمة الوحدة على عددهم، يبقى عشرة على كام؟ على اتنين، يبقى بتساوي خمسة أوم. تمام؟ ودي أول مسألة. هناخد إن شاء الله مسألة تانية مرسومة قدامي، جت في امتحان السودان 2008. المسألة مرسومة قدامنا، هنحلها إن شاء الله برضو بنفس الموضوع بنفس طريقة النقط حتى يتمكن الطالب من حل أكتر من مسألة بنفس الطريقة. عندي هنا ده القطب السالب وده القطب الموجب. التيار هيطلع من الموجب إلى السالب، هيجي هنا يحصل له إيه؟ يتجزأ بنفس الأسلوب بتاع المرة اللي فاتت، بتاع المسألة اللي فاتت، هياخد رقم واحد. طيب، لو عدى التيار على مقاومة سبعة، يبقى جهده هنا هيحصل له إيه؟ هيتغير ياخد رقم اتنين. عدى على مقاومة تلاتة، جهده هيتغير ياخد رقم تلاتة. تمام، طيب، عدى على المقاومة عشرة، جهده هيتغير هياخد رقم أربعة.
عدى على المقاومة 5، الجهد هيتغير ياخد رقم 5، وكده وصل للسالب. كده أنا عندي المسألة فيها كام رقم؟ فيها 5 أرقام. هبدأ بنفس طريقة المسألة اللي فاتت، هكتب ال5 أرقام اللي عندي في المسألة: 1، 2، 3، 4، 5. طيب تعال نشوف المقاومات. أول حاجة المقاومة 7 بتقع بين الرقم كام؟ 1 و2. يبقى هاجي هنا من بين 1 و2 واكتب مقاومة 7. طيب المقاومة 3 بتقع بين الرقمين 2 و3، بين 2 و3 هكتب مقاومة قيمتها 3. طيب والمقاومة 10 بين 1 و2، بين 1 و3، يبقى المقاومة 10 بين 1 و3. طيب المقاومة 10 بين 3 و4، يبقى هاجي هنا من 3 و4 وارسم مقاومة 10. من 4 ل5 في مقاومة 5، يبقى من 4 ل5 في مقاومة 5. طيب وال15، المقاومة 15 بتقع بين الرقمين 3 و5، المقاومة 15 بتقع بين الرقمين 3 و5. طيب تعال نبص على شكل المسألة اللي تحت. عندي هنا بالنسبة لل7 وال3 الاتنين كده مع بعض على التوالي، هكتب R1 7 و3 توالي بكام؟ ب10. يبقى انا هشيل ال3 وال7 واحط مقاومة واحدة بكام؟ ب10. طيب ال10 دي مع ال10 دي على التوازي، يبقى R2 ال10 مع ال10 توازي بيساوي ايه؟ بيساوي قيمة الوحدة اللي هي 10 على عددهم 2، 10 على 2 فيها ال5 أوم. يبقى أنا شلت المجموعة دي وعوضت عن مقاومة واحدة بكام؟ ب5. طيب الناحية التانية، ال10 وال5 توالي، يبقى هكتب هنا R3 ال10 مع ال5 توالي بيساوي كام؟ بيساوي 15 أوم. يبقى أنا هشيل الخمسة دي والعشرة وأحط مقاومة واحدة بكام؟ ب15. طب ال15 دي وال15 دي الاتنين مع بعض توازي، يبقى R4 15 و15 على التوازي يساوي قيمة الواحدة على عددهم، يعني 15 على 2 بكام؟ ب7.5 أوم. يبقى أنا المجموعة التانية شلتها كلها وحطيت مقاومة واحدة بكام؟ ب7.5 أوم. يبقى عندي مقاومة 5 ومقاومة 7.5 الاتنين مع بعض على التوالي، يبقى دي R total ال5 مع ال7.5 على التوالي يبقوا بيساوي كام؟ بيساوي 12.5 أوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.